إذن سأبدأ مع الأستاذ أحمد شيخي من وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة. أستاذ أحمد شيخي، أين وصل العمل الذي تقوده الحكومة والسلطات لفائدة هذه الفئة؟ نحن في اليوم العالمي، ما الذي تحقق عمليا بالنسبة للمغرب؟ صباح الخير مرة أخرى، وهذه المناسبة ديال 3 دجنبر يسعدني أن أتقدم بتحية لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وفي العالم، ولكل الأسر التي تعمل جاهدة من أجل مواكبة هؤلاء الأشخاص، كما أتقدم لكل الفاعلين والعاملين معهم على كل المجهودات التي يقومون بها. أتوجه بتحية خاصة كذلك إلى قناتكم ميديا أن تي في على هذا العمل المتواصل من أجل التحسيس والتوعية بقضايا الإعاقة، وهو كذلك اليوم دعوة لباقي وسائل الإعلام من أجل الانخراط في هذا العمل اللي هو كيطلب تضافر جهود ديال الجميع، واللي كيشكل فيه العملية ديال التحسيس والتوعية واحد الجانب مهم واحد الجانب كبير. بالنسبة لما يقوم به حاليا الأشخاص في المغرب بالنسبة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما ذكرتم المغرب يتوفر حاليا منذ 2016 على قانون إطار للنهوض لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو قانون يحدد التدخل ولا الإطار العام لتدخل الدولة في هذا المجال، ويلزم مختلف القطاعات الحكومية من أجل ملائمة تشريعاتها وبرامج عملها وتدخلاتها مع مقتضيات هذا القانون، الذي في الحقيقة هو جاء ثمرة لعمل كبير وعمل للتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صدق عليها المغرب. المغرب كذلك يتوفر على سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى برنامج حكومي على برنامج لتنفيذ هذه السياسة العمومية، وهو تنفيذه حاليا بشراكة وبمساهمة لمختلف القطاعات الحكومية، وخصوصا أذكر وزارة الصحة التي توفر على برنامج للصحة وبرنامج وطني للصحة والإعاقة، وكذلك وزارة التربية الوطنية التي أطلقت مؤخرا برنامجا طموحا في مجال التربية الدامجة. ولكن كذلك أذكر بأن هناك مجموعة من البرامج التي تقوم بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل الاستفادة من حقوقهم الأساسية، خاصة في مجال التشغيل، الذي نعرف أن الآن المغرب يتوفر على حصيص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية محددة في 7%. طيب، وكذلك المباريات المحددة. سنأتي إلى هذه النقطة أيضا، مسألة التشغيل والمساهمة الاقتصادية لهذه الفئة وتمتعها أيضا بحقوقها الاقتصادية. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد شيخي.